بركه الله يا مسهل، اسعد الله اوقاتكم متابعي ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم، انا اليوم في هذا البث المباشر من سلسلة كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد هذا اللي هو مسن اللي كيبغى العمر ديالو 21 عفوا 61 سنه، اعتذر 61 سنه، اللي الظروف ديالو صعيبه، اللي كان حارس في مدينه قنيطره، ولكن حكم ان الظروف ديالو رجليه مريضه ما بقاش قادر يخدم وانه تقطعت له رجليه، دابا مازال عاود تبدلات عليه الحريق ديالها، ودابا عاطينو حاله مستعجله باش يمشي بها الرباط. غنسمعوا هذه القصه المؤلمه ديال هذا السيد هذا. مرحبا بك في قناه السميه سي احمد، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. تفضل سي عاودنا القصه ديالك. السلام عليكم خوتي. انا اليوم تنطلع لواحد الحاله، كدات واحد العمليه، حيدوا لي 74 تبارك الله. بدا الاسم البهتاوي احمد، كيف عمرك؟ 61 سنه. نعم، شنو واقع لك؟ كدات واحد العمليه حيدوا لي 74. علاش الحين درتي هاد العملية ديالك؟ قالوا لي العروق عندك ماتو. العروق ديال رجليك؟ ديال رجليا ماتو. ايوا. واليوم ديك درت ديك العملية. اليوم دنت برجلي عاوتاني خرجت لي واحد من واحد غادي هو تيكبر وتياكل لي اللحم والعظم. واليوم واحد غادي وكيكبر لك؟ تكبر ديك الضربه من بعد ما حيدتي العمليه. من بعد ما درت العمليه ماتوا لك العروق ديال رجليك؟ العروق ديال رجلي ماتوا لي. وباش ماتوا؟ كيفاش؟ قال لي بالتدخين. التدخين كتكمي على الخوا. هاكا ايوا. يوم درت ديك العمليه تفاجئت بهاد الرجل بالقصبه، خرجت لي واحد العنبوبه بحال الحبوبه، دابا كتاكل لي رجلي وتنحس بالعظم تيمشي لي. هذا ملي كيتفرتت. كيتفرتت. اها. شحال دابا؟ شحال باش درتي العملية الأولى؟ الأولى درتها في 2016. 2016. دابا كندوي هاد العملية قبل ما دير العملية، سمح لي قبل ما دير العملية الأولى فاش كنتي كتحس؟ كنت نحس بالحريق. اها. الحريق وما ترقدش. ما كنتيش ترقد. ما كنرقدش 3 أيام 4 أيام. اها. ما ترقدش. نعم تكلم. دابا فاش برجلي طاح منها مشيت عند الطبيب. قال لك خصك تقطعي صافي. مشيت للطبيب، مشيت لكلينيك. اها. حيدوا لي الصباع الكبير. اها. دوزت 3 ايام جيت وليت لكلينيك. ايوا. سيدي قاسم. اها. قال لي مستشفى خاص. كلينيك. ايوا مستشفى خاص كنقولوا. اها. ملي مشيت لتمايا قلب لي رجليا، عطاني ورقه غنمشي للرباط. مشي للرباط حيدو لي الصباع الكبير، الصباع الكبير على حد البيزاكرا ديالو. ولات عاوتاني جيت. ايوا. ولات عاوتاني الصباع اخويا بدا تيك حالو. وليت الرباط حيدو لي 4. خلاو لي هذاك الصبيع الصغير. اها. اليوم دابا كنت فاجئ برجلي من بعد وليتي شويه. برات. ودابا ملي كنت فاجئ برجلي بالقصبه دابا خرج واحد العنبوب ديال بحال الحبوبه. شحال باش خرج العنبوب؟ دابا تقريبا شي جايه شي عام. باش تخرج ليك؟ باش تخرج ليك حبوبه. مشيتي عند الطبيب ولا والو؟ كنت نسواني في الطبيب. اها. تيدير لها بيتادين. اها. دابا اليوم عاد اليوم حاليا هذا النهار ديال اليوم. مشيت للطبيب دابا عاد دخلت قالوا لي ما كانش بيتادين. دخلت عند الدكتوره وريت رجلي. عطاتني ورقة إيرجونس. قرب الميكرو باش قرب الميكرو. عطاتني ورقة إيرجونس للطبيب. ها هي. الرباط. اليوم دابا ما عنديش أنا باش نمشي للرباط. الحال الوضعية ديالي ما كتسمحش ليا، ما تنقاش نخدم، ما تنقاش نتمشى، ما تنقاش نهبط على رجلي. تنتمشى بالعكاك. دابا أنا ما كنرقدش بالحريق. والو. ما كنرقدش بالحريق دابا، أنا دابا يومين ما راقدش. إلا خطب ديك النعاس كنخطب ديك ربع ساعة وكنوض. كنت تخدم الخدمة ديالي كانت المهنة ديالي غيار. بعد ما قلت أنايا نمشي لقنيطرة نخدم نبدل هاد المهنة هادي. السن كبر نحيد هاد المهنة ديال الغيطة. طلع لي بصبعي هاد المشكل. المهنة ديال الغيطة ما بقاش بحال اللي كانت شحال هادي. لا ما بقاتش. ماتتش ولاني تا فلوسها ما فيها خير. ياك. فلوسها ما فيها خير. بمعنى؟
انا خدمت فيها 45 عام. 45 عام ديال الغيطه، ما استفدت منها والو، ما بنيت بها دار، ما العيش راه كاين، العيش دابا راه كاين، واني باش توفر داك الشيء ما كيشيط لك والو. كتخدم السيمانه الاولى في الشتا كتلقى راسك ما عندك حتى ريال. موسميه مثلا عندكم، انتم موسميه ماشي يوميا ولا عندكم موسميه؟ لا عندنا هذيك ثلاث شهور ديال الصيف هي اللي عندنا. ما كت توفرش لنا العيش ديال العام، كل شهور عندنا ما فيهاش. واليوم اخوتي راه كنشوفوا الحاله، رجلها باغي يقطعوها هي. شحال ديال الوليدات؟ عندي 8 الوليدات. 8 الكبيرة عندي الكبير عنده، عندي الكبيرة عنده 36 سنة. الدري اللي تابعها عنده 34. نعم. عندو الوليدات ديالي. والزوج ديالهم تاهما صعيبة. واحد كان خدام في قنيطرة. ما بقاش خدام، حبسو. سيمانة تلقى الخدمة ما كايناش. انني كنت نمشي بكروسه كنأكل معاهم، كنمشي نتسالى واحد الدوار تنفيق فيه في رمضان تقريبا 45 عام، وتنفيق في ديك الدوار تقولوا حي السلام. هما مساكن، هما سي سليمان، هما اللي كينوبوا عليا وتيعاونوني على الدواء وتيعاونوني على الوليدات. هاد السيمانه اللي فاتت مشيت تمايا، شدوني البوليس مع الربعه د العشيه، طلعوني في الكونيط، داوني من الربعه حتى ل 11 تاع الليل. هما شادني، قلت لهم علاش؟ قال لك التسول. يوميا تقول لي التسول، ما كنخرجش يوميا، كنخرج عام الجمعه بالعشيه. عندي الجمعه بالعشيه كنخرج نضرب دوره، كنجيب من الوكله وياكلوا وليداتي، وكنشري بيضادين وفاصمه، هذه اللي عندي. دابا اليوم هما تحرمونا من داك القوت اللي كنت نجيب. دابا اليوم انا الله يجود، مابقاش عندي. شنو كتقول كتقول المحسنين وقلب الرحيمه؟ و تنقول مخوتي كان الحمد لله ما قسم الله عليا، تنطلب من المحسنين اخوتي هما يتعاونوا معايا على هذه العمليه. نعم. انا ما كنطلب شي حاجه، كنطلب عام هذه العمليه، هما عاطيني ايرجونس اليوم باش نمشي، وما عنديش الريال باش نمشي للرباط. نعم. وتا الا مشيت للرباط وداروا لي شي العمليه، ما عنديش باش ندوى باش نتكون بالعمليه. اليوم كنطلب من خوتي المحسنين، كنطلب من خوتي المحسنين هما يتعاونوا معايا. والرقم ديالي هو 07 71 02 08 14. وكنشكر خوتي المحسنين اللي تعاون معنا، ربي يجازيه. اذا كيف ما تبعتوا معنا متابعين افاضل، متابعين قناه شفت في قناه الشعب، هذا اب في عمر ديالو 61 سنه، من بعد ما كان خدام في الرياض 45 سنه ديال الغيطه، وكان كيفيق الناس وما خلى ما دار، وخدم على وليداتو اللي هما 8، اللي ايضا هما حتى هما الظروف ديالهم صعيبه. كيقول الله يجزيكم بخير اخوتي المغاربه فيما كنتيو، داخل المغرب او خارج المغرب. وكيف ما تعودنا دائما ان المغاربه كيتعاملوا مع بعضياتهم. اليوم السي احمد، ياك السي احمد شنو؟ بهتاوي. السي احمد بهتاوي اللي هو غياط في سيدي سليمان، كيقول لكم الله يجزيكم بخير، ما ساعدوني وعاونوني، راني عندي عمليه ارجون وصيفطوني من سيدي سليمان الرباط في حاله مستعجله، لكن ظروفي صعيبه، ما عندي حتى باش نمشي. الله يجزيكم بخير ما عاونوني. كن كنقول انكم الرقم ديالو كاين في سوق الوصف، وغنقول لكم الرقم ديالو اللي هو 07 71 02 08 14. والله ولي جواز محسن. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقاو بث اخر ان شاء الله. كنتمنى ايضا من جميع المتابعين افضل متابعين قناه شوف تيفي انكم تبارطاجيو فضلا وليس امرا، كيف ما قلت لكم في السابق ان الحمد لله المغاربه كيتعاونوا مع بعضياتهم، خصوصا في هذه الحالات. حاله ديال احمد اللي هو غياط 45 سنه، اللي ما كتمشاش بالخير كيف ما كتلاحظوا، كيقول لكم الله يجزيكم بخير. شكرا لكم والى اللقاء.